هذه الدورة ديال اللجنة المركزية هي دورة عادية، دورة من أجل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر. بعد ما عقدنا دورة استثنائية قبل أسابيع أجلت شوية هذه الدورة هذه، وهذه الدورة الاستثنائية هي اللي تناقشنا فيها موضوع المشاركة في الحكومة. الآن هذه الدورة غتختص بالمصادقة على اللجنة التحضيرية اللي غتشرع في تحضير المؤتمر اللي كنعزموا اننا نعقدوه في منتصف شهر ماي المقبل. اخر مؤتمر عقدناه في 2010 في نهاية شهر ماي، هذه المرة في منتصف شهر ماي يعني قبل مرور 4 سنوات، 2014 عفوا ثم 2018. غنصدقوا كذلك على ورقة تأطيرية سياسية باش اللجنة السياسية اللي غتشتغل تستعن بهذه الورقة لطرح الأسئلة الأساسية اللي نواجهها في المجتمع المغربي وخارج أرض الوطن من أجل محاولة الإجابة عليها. كذلك هناك مقرر تنظيمي الذي يحدد المسلسل ديال التحضير كيف يتعين أن يكون، ومن مستجداته هو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية على المستوى الإقليمي عوض المستوى الوطني. هاد القصة ديال أننا غنغيروا شي قانون أساسي ولا شي حاجة، إحنا ما محتاجينش نغيروا القانون الأساسي، ما وارداش أبدا هاد المسألة عندنا، ولا مانع أبدا حسب القانون الأساسي الحالي أن يكون هناك استمرار على مستوى الأمانة العامة. الآن اللي يمكن لي نقول لكم هو أنه أنا شخصيا لم أحدد بعد واش عندي استعداد أن أواصل أم لا، بالطبع شريطة أن الحزب كذلك يكون متفق على ذلك، لكن يمكن لي نقول لكم بأنه واحد عدد ديال الاختراعات كتجيبها عاوتاني بعض المنابر الإعلامية. حنا ما عندناش هذا المشكل ديال التعديل ديال القانون الأساسي أو ديال عدم التعديل ديالو، القانون الأساسي الحالي كما هو يتيح إمكانية المواصلة.